يا عبد العالم، أتمنى أنك تسمعني الآن. سألتك عن أهمية جبهة الرزامات وإلى أين وصلت المعارك هناك. نعم، يعني الجبهة القتالية بدأت تشتعل في محافظة صعدة، القوات الحكومية ممثلة باللواء حرب واحد في مدينة صبرا تحاول الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية. تعدد مواقع كبيرة، ولا تزال حاليا بعض الشيء نوع من الهدوء بعد أن دارت المعارك لأكثر من يومين. أيضا في أنا ثابت أيضا مع المعارك هناك تدور بشكل متسارع، محاولة حوثية لتعدد مواقع انتهت بمقتل العشرات من عناصرهم، وكذلك أيضا تم تأمين المواقع التي سيطر عليها قوات الجيش بالكامل. العملية العسكرية بدأت يعني تسير ولو ببطء شديد في محافظة صعدة، أما في محافظة طيب علي عبد فنحن العالم، هل يعني بالفعل تم الهدوء تحرير مرتفعات؟ زاد على جبهة نعم، هل القتال. تم بالفعل يعني تحرير مرتفعات القرن وأيضا الغادر؟ هل تمت السيطرة على هذه المرتفعات؟ نعم، كانت أبطال القوات الحكومية قد وصلوا إلى هذه المناطق بعد أن خاضوا مواجهة مستعرة مع الميليشيات لساعات، وتمكنوا الوصول إلى هذه المناطق وتحريرها. هناك يعني بعض من الألغام أيضا يعني تضعها ميليشيات الحوثية في بعض من مفارسها وفي بعض الأماكن، وهي ما يعيق نوعا ما القوات الحكومية في التقدم بشكل كبير. وصلوا إلى هذه المناطق، وحاليا يتم هناك الترتيب لأي عمليات أيضا جديدة في هذه المناطق، وهي ما تأخذ وقت كبير جدا، يعني أكثر من أسبوع أو أسبوعين، كون الكثير من الألغام موجودة، وأيضا الترتيبات العسكرية أيضا للجيش نعم. تأخذ هذه الفترة.